باكل عامه يعني من اكل الشارع. عمري ما اكلت في حياتي كلها ما اكلت اكل بيتي، عمري ما اكلت اكل بيتي نهائي. نفسي اكل اكل بيتي، نفسي اقول يا بابا، نفسي اقول يا ماما. كل اللي انا بطلبه ان انا الاقي اهلي. موضوع اللي ده تعبني جدا يا جماعه، تعبني جدا جدا، تعبني نفسيا بجد. وبتمنى ان يعني انا بتمنى ان انا خلاص ماليش اهل ولا حد يسال عليا. بس لما جيت اتمنى، حتى لما جيت اتمنى قلت مين اللي هيدفني ومين اللي هيطلع لي ورق، وهدفن فين اساسا، والمقابر هتبقى فين، ومين اللي هيصلي عليا ومين اللي هيقرا عليا. هو اللي عمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي علي فوزي، متربي في دار الهدى رعاية الأيتام في طنطا. أنا بدور على أهلي من وأنا في ستة ابتدائي. نفسي أوصل لأهلي، ونفسي أعرف لهم طريق، ونفسي أبقى في وسطهم وفي حضنهم وكده. أول ما اتربيت في الملجأ وأنا في ستة ابتدائي وكده، بدأت أحس إن أنا عايز إن الناس ديت اللي بتروح المدارس بأهاليها، وشباب صغيرين بيروحوا بأبهاتهم وأمهاتهم، ليه إحنا مش زيهم؟ فبقيت بسأل المشرف اللي معانا في الملجأ، بقول له وإحنا ليه مالناش أب ولا أم وكده؟ بيقول لي أنت لسه صغير على الكلام دوت، ما تتكلمش في الموضوع دوت. هي الدار أثرت معاك في إيه، ولا الملجأ أثر معاك في إيه وكده؟ قلت له لا، أنا من حق أعرف، ومن عايز أعرف أنا ليه كده وهم كده. كنت لسه صغير بقى ومش فاهم وكده، لحد ما تأكدت إن أنا إيه متربي في ملجأ، لأن ماليش أهل طبعا ولا ليا حد وكده. لما بدأت أكشف وأبحث عن أهلي وكده، بدأت أبحث أكتر وأكتر وأكتر. لما السن القانوني بتاعي جه 18 سنة، والدار قالت لي اتكل على الله ماشي. قلت لهم يا جماعة ماشي، أروح فين دلوقتي، ولا أعيش إزاي، أأجر إزاي، وهاكل وأشرب إزاي؟ قالوا لي أنت راجل لازم تمشي، كل اللي بيتم 18 سنة في الدار ده قانوني وبيمشوه كده. مشيت من الدار. طبعا ما فيش حد بيقدر يأجر شقة للولاد الأيتام، فين باباك، فين مامتك، الكلام ده كله حاجة كلنا عارفين الكلام ده. ومعظم الناس اللي بتأجر شقة في العقارات عارفة إن ممنوع حد. أنا ما بأجرش شقة، أنا بأجر أوضة. لو عايز أجر أوضة، ما بعرفش أجر أوضة. أنا كل اللي أنا بطلبه إن أنا ألاقي أهلي. موضوع اللي ده تعبني جدا يا جماعة، تعبني جدا جدا، تعبني نفسيا بجد. وبتمنى الموت، يعني انا بتمنى ان انا خلاص ماليش اهل ولا حد بيسال عليا. بس لما جيت اتمنى حتى الموت، لما جيت اتمناه قلت مين اللي هيدفني، ومين اللي هيطلع لي ورق، وهدفن فين اساسا، والمقابر هتبقى فين، ومين اللي هيصلي عليا، ومين اللي هيقرا عليا. هو الحمد لله، وده قضائي وده قدري، ده قضائي وده قدري. لما مسكنا الدار وانا عندي 18 سنه، ما لقيتش مكان طبعا اروح فيه وكده. نمت طبعا في الشارع تحت كوبري التجميد عندنا في طنطا. قعدت تحت كوبري التجميد دوت بتاع حوالي 6 شهور. كنت بنيلي اوضه كده بالطوب الاحمر عشان خاطر لما اجي انام الكلاب لبونصه والعرس وكده ما يعدوش عليا وانا نايم يعني، ويأذوني وكده. لما كنت بعوز اكل كنت بروح الملجا، كان في ناس يعني اخواتي معايا في الملجا، بقول عليهم اخواتي وكده لان احنا متربيين في الملجا سوا وكده. كانوا بيجيبوا لي مثلا كيسه ويحطوا لي من ورا صاحبه الدار، طبعا من ورا الدار كانوا بيحطوا لي في ايه مثلا كيسه، مثلا يحطوا لي فيها رز على شويه طبيخ على اي حاجه كده، وباخد الكيسه ديت عشان خاطر ايه واخدها معايا واكل منها يعني وكده. واحد جالي قال لي من تعالى شغلك في الكافيتيريا وهتنام نومه كويسه وكلام من دوت وكده. قلت هشتغل، الشغل مش عيب. قلت هشتغل في الكافيتيريا. اشتغلت في الكافيتيريا، شغال بنومتي. حد يشتغل بنومته؟ انا شغال بنومتي. لما لقيت يا عم انت بتدينيش فلوس ليه وكده، يقول لي هو ده اللي انت شغال بنتك وانت بتنام في المكان وما تقدرش تكلمه عشان خاطر ان انت بتنام في المكان. انا عامه سبته ومشيت يعني. إيه انت ما تقدرش تتكلم، هتروح فين؟ هتمشي من عنده وترجع للشارع تاني، وترجع تاكل من اكل الشارع تاني. حتى لما كنت في الكافيتيريا اصلا ما كنتش باخد فلوس قسما بالله، كنت بستنى الزبون اللي كان بيقعد في الكافيتيريا ياكل، وكنت اخد من قدامه الاكل كاني ارميه في الزباله وباخده اكله والله. ومعظم الناس في الكافيتيريا كانت بتقعد تقول لبعضها ايه ده احنا بنشوف 24 ساعه في الكافيتيريا، وملوش اهل يسالوا عليه، ملوش حد. ماليش اهل يسالوا عليا، ماليش حد. مش ابن حرام زي ما الناس بتقول. انا مش ابن حرام، انا ربنا خلقني كده، خلقني من غير اهل، بدور عليهم وبسعى، بس مش عارف ادور عليهم وبسعى. انا بتمنى ان انا الاقي اهل يا جماعه. انا كل اللي بتمناه والله ان انا الاقي اهل. الموضوع ده تعبني نفسيا، الموضوع ده تعبني نفسيا نفسيا نفسيا.
ولا عارف اكل. باكل عامه يعني من اكل الشارع. عمري ما اكلت في حياتي كلها ما اكلت اكل بيتي. عمري ما اكلت اكل بيتي نهائي. نفسي اكل اكل بيتي. نفسي اقول يا بابا. نفسي اقول يا ماما. نفسي اعيش زي مش عايز اعيش. انا عايز اعيش حياه كريمه. انا عايز حياه كريمه. بس انا عايز اعيش حياه كريمه. عايز اعيش حياه تكون مش ما بطلبش ان انا اعيش حياه عاليه مثلا. لا انا بطلب حياه بني ادم. حياه كريمه. حياه انسانيه كريمه. اللي اشتغل معاه نفسي الاقي شغلانه موفره سكن ويديني راتب. ما ياكلش عليا الراتب ولا يهن ولا يبهدلنا. ربنا خلقنا ايتام يا جماعه مش ذنبنا. احنا ما احناش وحشين ولا احنا اولاد حرام ولا اي حاجه. المفروض تقفوا جنبنا وتساعدونا. واللي عايز مننا ياجر اوضه ياجر اوضه. الناس كلها بتنحرف. الشارع وحش. الشارع غول يا جماعه. الشارع غول. انعرض عليا اشتغل في المخدرات. انعرض عليا السرقه. انا ما ينفعش ان انا اشتغل في الكلام ده. حرام ادمر مستقبلي وادمر نفسي. وغير ده كده وكده هقابل ربنا ازاي؟ هقف قدامه واقول له ايه؟ انا كل اللي بتمناه شغلانه كويسه يكون موفره سكن. عايز اعيش حياه انسانيه. عايز ابقى بني ادم. عايز اعيش بني ادم نظيف سوي. عايز اعيش بني ادم اقدر اعيش للدنيا. اقدر اواجه الدنيا احسن ما اقابل ربنا ويبقى وهقول له ربنا. اقول له رب انا ما قدرتش اعيش. اقول له انا ما قدرتش اعيش. انت خلقتني في ظروف كانت اقوى مني وفعلا هي اقوى مني. بس بحاول اتاقلم. بحاول اعدي اعدي اعدي. مفيش حد بيسال عليا ولا حد بيطمن عليا. لو انا جرالي حاجه ولا حاجه محدش هيقول لي ايه اللي جرالك ولا حد هيجري بيا ولا الكلام ده كله. وانا لو اهلي دول يا جماعه مش بطلب ان هم يبقوا اغنياء ولا الكلام ده كله. والله لو بيناموا على الارض اللي انا مزيهم على الارض يكفي ان انا يبقى ده اسمي ابن فلان. ليه يا عيله؟ ليه يا ضهر؟ احسن ما انا ماليش حد. ماليش حد نهائي. لما يبقى ليا ظهر وليا عيله اما يتقال لي انت ابن فلان احسن ما الناس تفكر وتقول دمه غلط. كلام كبير وكلام صعب. كلام خلونا احنا خلونا تعبانين. كلام خلانا احنا تعبنا نفسيا والله. وعايز اقول لكم على حاجه. انا اي حد عنده اب وام بوس ايديهم وش وظهري اوعى تزعلهم يا ابني. اوعى تزعلهم. دي نعمه كبيره من عند ربنا. اوعى ترفض النعمه. والله ما هتحس بالنعمه يا ابني لما تروح منك. والله ما حد بيحس بالنعمه لما بتروح منك. بوس ايد ابوك ومامتك حتى لو غلطوا فيك قول لهم معلش. والله انا بقول لكم اهوت يا جماعه. ما حد بيحس ده. انا يا ريت يبقى ليه اب يقول لي انت اتاخرت ليه ولا انا عايش في الدنيا بلا هدف. عايش كاني مش عايش. عايش ما حدش في الدنيا لي. عايش تعبان يا جماعه. عايش تعبان. عايش تعبان تعبان يعني. فيا جماعه انا ما حدش يزعل اهله ولا حد يزعل باباه ولا مامته. ونفسي كله شير الفيديو دوت عشان صوتي يوصل لاهلي. نفسي اوصل لاهلي. ونفسي الاقي شغلانه تكون موفره سكن. شغلانه ادميه. صاحب الشغل ما يأذنيش ما يشتمنيش ما يستعبدنيش بالنومه وكده. بصوا يا جماعه حاليا ده المكان اللي انا بنام فيه. بنام هنا في الفرشه ديت. واحد يعني قعدني عنده في اوضه فوق كده لحد ما ايه الاقي